السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ شو اصبحتم؟ رقدت البحر من وقت، طحت الحمالي شيء طبيعي، ونشيت من الفير، صليت وعينت من الله خير، رتب سامانك شاري، وحين سايرين نازل تحت اتريق، متواعد ويا الشباب ان شاء الله الساعة 9 بنحرك. الحين اظني الساعة 8 وربع كانها، وبصور تحت من اللوبي بشوف شو الهست، وبرد عليكم الاخبار. يلا. الفندق سبحان الله يكاد ان يكون ممزور من اهل السعودية اللي جايين حسب المباراة، وايد العرب اللي جاي من السعودية. الطيارة البحر فيها رقم كبير بعد، يا غير يوم وصلنا الحين فندقنا اللي نحن فيه رقم كبير من اهل السعودية، هو جايين عسب يازرون ناديهم. ناديهم عباره نادينا نحن، لانهم يمثلون العرب يعني، الله يحفظهم. رقم كبير يعني ما شاء الله عليهم. خاطري اصورهم، اخاف حد يفتن علي. البارحه شاورتهم ما خالفوا. وحين الله يحفظكم نحن كذي تريقنا وخلاص. ريوقهم عادي يعني اسيوي. نخي هبله نحن نعرف النخي مالنا. المتعارف عليه اللي هو النخي الدنقوي العادي الاصفر، هذا دنقوهم اخضر. اخضر مش الباسيل، لا لا، اخضر هو اللي كان ابيض، لكن يبسوه قبل ما يخضر، او شي قاص مقطوف هالنمونه، والله شكله غريب يعني. هو طعم الدنقوي مالنا لكن شويه ما بيجي انك يضحك، لا، من تتشب عليه تحت الضرس فيها شوية قساوة جاسي شوية، وطعمها بعد يختلف سبحان الله. ونحن لو شوي ينقصها نضوي، ردوا خلي يفوحون من يد ويدي. كلكم أمور وريوكم زين من كل شيء يعني، يا غير ما في شيء اللي هو الأسيوي المتعارف عليه، مش ستايلنا نحن، لكن نحن كلنا شيء أشياء وايد دونه، كريبات البيض ونمون بكذا نمون وهذا. وين الريجات يعني من كل شيء، والله اخبركم شد خيب يعني. هذا الفندق اللي نحن فيه وايد الحمد لله محترم وزين، بارك الله فيك. والشباب هذا ما عليكم، صباح الخير. هلا هلا ابو محمد، هاك الارقاد. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ اصبح لله ارقادكم زي البارحه، والله صراحة حلو حلو كان الجو. الحمد لله الحمد لله. هالحبيب شو رقادك البارحة؟ الحمد لله زين. أنا أبوك جلست شوي ترى على ما تكيدوني على سناب، أظني كلمتين قلت أنا أصلا ما سويت سنابات البارحة، قلت لك بس صبحنا على خير لين رتبت ساماني وشيري وعندك ودونك يعني. يلا أرمس خلاص. مستر بيتر، جود مورنينج. بينغا، واتس يور نيم؟ فور از يور كينغا. يا ربي، وهاف فيري ديفيكلت نيم. فيميل فور كينغ. اوكي والله، اوكي هي والله كينغا هي. اتس ايزي. يس، يو سليبت ويل؟ يس الحمد لله. يور هازبند نو؟ نو هيز نوت. هي سليبس كوايت الحمد لله. الحمد لله تكيتي. هذا والله اللي ما بكوايت، ها شباب ما شاء الله عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام. انت ويانا في نفس ال نعم وياكم. المهم مال مهرجان اسمه مال نيس منعم. عيل ما شفناك ويانا، انت على اي طيران جاي؟ جيت معتزل، جيت على الاتحاد. ايوه خالف العرب. لا اتحاد عب نعوش خليه بعد شيء خير على الاتحاد. لا ما شيء الحمد لله الحمد لله. لكن حتى انك يعني نحن ما خيرونا اصلا. احنا ما خيروني والله. اي نعم. هاعاد هي قالت لي وين تبغى تروح؟ الكم بغايه انتم، الكم بغايه سيد الطياره هي قبلكم باربع ساعات، واصل قبلكم. ايوه زين زين الحمد لله على السلامه. طياره تي شو الطياره؟ كرييتي اسمح لي والله حتى ما ادري. دورين ولا صار؟ لا لا دور واحد من عاديات عاديات بس طياره مبزوره؟ كل يعني؟ والله ما ترنها منتخب سعودي ما شاء الله. نعم وايد منتخب الهلال. يعني الله يعطيهم ان شاء الله، الله يعطيهم على قد قدرتهم. بيتر وبينكا ومحمد وانت سليمان. هيز ون اوف اور جروب. الحمد لله.
يا ابوي على طيران الاتحاد هو الله يحفظه. ما شاء الله عليك الوحش وحش سامتي على الله يحفظه. ما حد يعرف الا نحن، الناس كلها ابوي الصاصرون الا نحن شالين الدنيا فوق روسنا. لكن ما بلقوا عادش خفيف خفيف. السلام عليكم محمد، كيف الحال؟ اخبارك وعلومك؟ شو امسيت؟ ما شاء الله طبعا تحديه في المطار باتجاه طوكيو، تغطيه حدث هناك كان ودنا نكون فيه يا طويل العمر، واللي هو مهرجان النيسمو. المفروض ان نكون وياك متواجدين، وطبعا بتكون احلى تغطيه واحلى وقت بيكون وياك هناك، لكن ما سمحت لنا الظروف، ما سمحت لنا ان نكون متواجدين وياك. ظروف العلاج في امريكا، الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين، لكن عاد ما وصيك بالتغطيه. طبعا بيكون هناك وياك اخوي ان شاء الله، بيكون موجود وياك بسعيد، بتحصله هناك ان شاء الله. احلى تغطيه منكم منه، غطوا لي الحدث كامل مره، لا تنسون اهم شيء تغطيه خاصه لي انا وباها عندك اياه انت وياه مره، اتريد تغطيه من عندكم. الله يوفقكم ان شاء الله وتستانسون ان شاء الله، يسعدكم في هالرحله. هذا الحين الباص جاي يشيلنا كلنا، كل الجروب اللي جايين في ضيافه مهرجان نسمه. هلا 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 هلا، وين ابويا؟ والله طال عمرك جاي ادلك عليك الباب ما حصل. يا رجل نحن من صباح الله خير، تريقنا وخلصنا وياسين. والله يا ابو محمد اني داق عليك الباب بس ما حصلتك. ما دقيت الساعه 8:30. يا رجل نحن ابو 8:30 مخلصين من ريوق. اسمع توني ادش على الوهيبي، تو واعي الوهيبي بعد. ما بصاحي فكم قبل شوي حطيت لكم فيديو ريال كان في امريكا مبرشلنا، يقول تعال صد جاي انا حاط الفيديو هذا وسبه انت. اقول لكم على اساس ان هذاك ابوي اللي فايز، انا يوم سوينا السحب ما شفت هذه الصنعه هنا. قلت في خاطري هاك وجهه شوي مرحرح. انا اخوي واحد. ايوه ابو ترى هذاك فقيه ساري شو عنده امريكا. الله ان شاء الله يعافيه ويعافيك المسلم وحطك انت مكانه. اي أيوة والله يا سدوري هذاك وياني الفيديو ما رمت انزل خاطري، قلت هاي بقول يسوون مغي يسوون سوالف، ما دريت ان الموضوع صدق. لا لا موضوع جد. مرحبا بك وسهلا. وهذا ابو الحين الباص شال ابوي مجموعه كبيره اكل الحين صار خدمه مايدين. اي نعم كلهم ما بين لما ابو ظبي، ما بين لما ابو ظبي ولا الامارات. لا من الامارات. لا 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 من كذا بلاد، يعني من كذا بلد اللي عندهم فايزين بالنسمه هم اللي بيصيروا. حياهم الله. Is good morning or buenos dias. Ohio is like state of Ohio in the United States. You can say Ohio. Yeah. Marhaba. That's good morning. And today we have really good morning. Alhamdulillah. Yes, the temperature will be going up to 15. Alhamdulillah. Yep. From minimum 6 to 15, so you can have a wonderful day. Inshallah. So we are still waiting for one gentleman. When he comes, we can leave. Inshallah. From here to the Yukon Plan, it will be about 20 minutes drive. So thank you so much for your cooperation. Thank you. Guests from Middle East and from Mexico. And today, Nana and Yuko will be with you all the day. Inshallah. And thank you. Tomorrow, unfortunately, we are not be able to coming with you, but another guide will accompany you to Fuji Speedway. And today, our itinerary will be first in the morning, we will visit Yokohama plant of Nissan. And after the visit, by noon, we will come back to the hotel. And your lunch will be served from 12:30. And from 2 to 3, you will have a seminar by Nissan. After the seminar, from 3 to 6:30, 3.5 hours, you will have a free time. So maybe you can enjoy, have time during lunch or after the seminar. If you have any questions about shopping or sightseeing, you have us. Nana and Yuko will support your information. We will have some map or recommendation in Yokohama, and maybe
in Tokyo. However, from here to Tokyo, if you go, you need 1 hour to go and another 1 hour to come back. So you can use just 1.5 hours. So maybe it's more effective to spend in Yokohama. But it's up to your interest. تقريبا 15 دقيقة بنوصل للمركز مال النيسان. 84 سنة عمر النيسان، 84 من أقدم السيائر اللي عندهم. كل سيائر الموجودات في اليابان يرجعن إلى عوائل، كل عائلة مسمية مثلا اسم تيوتا، اسم عائلة، اسم الفورد عائلة، كلنا اسم عوائل. النيسان ما كان اسم عائلة، شو السبب؟ اسمها طموح أو إرادة بالنهوض من إلى، فكانت البلاد هاي اللي مؤسس الشركة هذه ما بغى يسمي البراند ماله على اسم عائلته، يبي يسميها طموح ورغبة للنهوض إلى الأعلى، ونجح. فلذلك نيسان مولودة من 83 سنة عبارة، وسماها بهالاسم لجل نخضتها البلاد وانتعاش شعبها وتطورها ورفعتها. فلذلك رب العالمين الحمد لله يسر له أموره، لأن النية صافية، هو المول كله على النية. يوكوهاما اللي نحن فيها الحين ثاني أكبر مدينة من ناحية عدد السكان، يفوق عدد سكانها 3 مليون، فوق 3 مليون نسمة، وايدين ما شاء الله، هي غير مرتبين. ويوم يوم بيربسون ابدا تحر حد ياسي صفخوص ما لا تسمع لهم هيس ابدا، حس ما ينسمع لهم ما غير اللي بس النصاخ يصير ويي من الساعه 7 لين 9 ومن الساعه الصبح ومن الساعه 5 للساعه 9 المساء. هذا عند محطات القطار تقول توها اللي ترجم تقول شيء زحمه بتشوفون بشر تمشي، يعني شيء لا صار ولا سوى، منظر العالم النار من اخر الدنيا عند محطات القطار حق يشوفون الكم الهائل من البشريه والعالم اللي تمشي، كيف دخولهم وخروجهم من محطات القطار انسيابية بدون فوضى بدون صوت بدون اي ازعاج، وخروجهم دخولهم هذا وقت الدوامات، دخول وقت سيارتهم الدوام وقت ظهرتهم الدوام. تخليني يا رمسي ما بتخليني يا رمسي. نحن الحين في المصنع اللي اول ما تأسس النيسان سنة 1933، يعني تقريبا شيء 80 سنة. يعني هذا سنة كم؟ هذا في 1934 بدأت هني مرحلة تكوين المصنع في مدينة يوكوهاما. طبعا من سنة لسنة بدأت تطور، يعني من 34 سوى 37 استوى 41، يعني هذه الليلة 44 موجود هني عندك التطور اللي كان في النيسان. وهالعمال نعم هالعمالهم نعم، هذا تطور المصنع وهذا تطور النيسان. اي هيستوري في نيسان لما المصنع بدا مع من 34 كان مسمى النيسان اسمه نفس ما قلت لك داتسون، اسمه ما كان نيسان، كان اسمه داتسون. ايوه بال 35 هي لو السيارة نتكلم عليه داتسون. عندنا نحن في الامارات بعد نفس الشيء، احنا نعرف يعني هذا اسمهم الاصلي داتسون. هذا هو دي اي تي، هذا اول حرف من اسم دي، وهذا اي وهذا تي. ايوه وهو جمعوهم هنا. ايوه هذا اساميهم الاصليه. اي نعم لكل شركه اللاست نيم كل واحد. شفت تمشيفت عبقريين. هي والله الحين نحن في غرفة مثل غرفة الكلاس، غرفة كلاس كبير يعني. ها الشباب ما شاء الله عليهم، هذا العود وحين بيستوي الشرح عن قصة حياة مصنع النيسان.
حق بيتر وبيتر هذا ما شاء الله عليه فاين يو رايت شي سيد خر خر يو ار كوايت سليب وين يو سليب شي از رايت ده حسوا من ربح فيك So this plant of the Yokohama is dedicated for manufacturing engines. So today we would like to introduce two kinds of engines. One is for the mass production engine, which is called the ML type engine. And the second one is maybe you are really curious about this engine. It's a VR engine, which is created by the Takumi craftsman, the master, the craftsman. بيبتدون الحين في الجولة كل المصنع وركبونا هي حين قدام ترمس ونحن حاطين هاي المكاين حبوك مثل الكيبل ويلس يشرح لنا اللي هي تقوله حب يشرح يترجم هي تتكلم بالياباني ويجرب لنا بالانجليزي المكينة هاي اللي يشرحونا إياها هاي مات الجي تي جي تي آر نزلونا تحت في غرفة العرض المكاين هذه عدة مكاين تقريبا 10 أو 8 كل وحدة تختلف عن الثانية من ناحية الوزن والموديل وقوة كم سلندر والصرفية ما فيها ما شيء وحدة تشابه الثانية فحين من كل يلسونا في كل 15 دقائق يودونا مكان معين نمشي من منطقة لمنطقة كل مشاي في الأقسام هاي اللي تشوفها ينقسم ينقسم كل تبع النيسان من موقع لين آخر الرابورت يرسم موديلات تتوقع للنيسان سبحان الله شوف هاي داتسون كلاسيك هاي الموديل قبل 81 سنة قبل يسمونه داتسون قبل ما يسووا اسم نيسان ايام الداتسون هل السعودي يسمونه الدتسن هاي نقطة البداية 1930 وانت ساير وانت ساير وانت ساير
2017 شوف مراحل التغير كثير. شوف هالماكينة مثلا موديلها 1935، شوف هالماكينة بعد 1953. شوف انت ساير، وانت ساير ها شوف المكاين، وهي 57 نيسان تراك. شوف وانت ساير كله بي نيسان. شوف المكاين على مرور العصور والتاريخ، وهي 63. يا سلام، هاي سنة ميلادي دسير ايبور ايبور. هاي تاريخ ميلادي هنا. المكينة هاي طايحة، يقول ما شيء مكاين هات السنين لا شيء وشيء. هاي بعد مصير، هاي 66، هاي شدي كمل 3 سنين. اي والله اظني هاي الاول يسمونها هارتوب، اظني هاي هي الهارتوب. لا شبيهة، لا اعتقد ان هي الهارتوب هاي. سبحانك يا رب. هاي 5، هاي مكينك بعد 79. هاي 84 وانت سايق. هاي 67 خيبة مكبر المكينة. شو السيارة هذا غير نمون بعد حجمها. صورتها لكم قبل شوي، هاي صورتها صورة حينها بأربكم ياب الفيديو. ها ترى مال ريس 2013 جي تي 500 نسمو، وهاي بعد نفس الشيء 92 مدير 92 بعد هاي الريس، وهذه بعد نفس الشيء. شوفوهن هم كاينها هم مدير 91. شوف سبحان الله توين تربو شرد الغرب. هذه 69 هذه 69. شوفوا كيف مكينتها مكبرة. ها كم سرعة تعاد ظنك؟ حاطين الباور مالها انزين، ولوين كم الباور؟ 12 سلندر 12. المبنى هذا مبناي سنة 1930، تركوا شيء طبيعي رمموا وعدلوا، تركوا بيبان هالمداخل وتركوا هذا الكاشي هاللي تشوفونه شيء منه، خلوا على ما هو عليه يعني، ولا الباقي كله يددوه، خلوا شيء منه شيء أثري على أساس إنه ما يندثر الأثر مالهم اللي مال اللي عمره 80 سنة يعني. So I would like to talk about next itinerary. We are going back to the hotel. Now you will have enjoyed the lunch today, and the lunch will start 12:30. The venue is Casio. The name of the room is Casio in the 5th floor of a Sheraton Hotel. Okay? Which is a buffet style, but you can take a seat at the table. This is a halal friendly buffet lunch. And I will place the menu at the table. So please enjoy lunch for 60 minutes, approximately 60 minutes. 1 hour. After lunch, approximately 12:30 to, sorry. It's 1:30 to 2 o'clock. We like to set the coffee break, and after coffee break at the same place. الحين الله يحفظكم سايرين جدا الغداء، غداهم الساعة 12:30 ولازم نجلس أظني ساعة، وعقب عقب الساعة نسير الله يحفظكم. البوفيه بعد مسويين الشباب كانوا قبل. Please take any empty seats, okay, and you can start. Thank you. Yes. هذا بغداهم.
نسوي له شيء ليوزنها كنا. هذا نسوي الطاولات له. المطعم هذا لنا نحن ما بالحد غير يعني نحن كل مجموعة هذه عازمين مع نيسان نسوي لنا هذا المكان حق غداء غدانا. هذا نبي عقب الغداء شيء بعد وين بنسير عقب الغداء؟ في عندنا سونار. نحن جالسين نتغدى وفجأة يعني هالرجال اللي تشوفون هذا مدير اسمه could I have your good name؟ اه my name is Yuki Kamiko. اي بحرية والنعم. شو اسمه؟ يوكي كاميكو. يوكي كاميكو هذا الله يسلمك مدير اسمه عندهم ويانا على الغداء هنا بحضر عندنا على الغداء. اي فهذا الكرت مال الله يحفظكم فهو اللي يحفظكم طريقتهم يقدمون الكرت لازم توخي وتاخذه بعد قبل لا تاخذ الا من يغطريج زين المراد ودى العرب كلها للناس اللي جايين من كل كذا بلد يعني يرسوا منها فشخصية طيبة وهذا وبخبركم عنه الجولة الصباحية كانت الله يحفظكم يوم سرنا المصنع توقعت ان بيسمحونا نصور كأنك داخل قرية مدينة كأنك داخل مدينة يعني نص بلاد دخلنا فقط بس مكان تجميع مكاين الجي تي آر ومالات السرعة هنا ومال النسمة المكان هذا بس تجميع المكاين مليون حرس يميع الشرطة يميع الدنيا ممنوع حد يدخل معه أي نوع من الكاميرات لأنه أتوقع ما يبون حد يطالع شو يسمون شو ما يسمون يعني كل مثل اللي عندهم شغلتهم الخاصة ما يبون حد يغلدها فلذلك أتوقع حد ممنوع يشوف اللي يدخلون تليفونات وممنوع الفيديو تصوير والشيء لو بوصف من اليوم لين 100 سنة قدام ما روم أوصف لكم ربع اللي الحين شفناه قبل مدة كان قبل مدة كان عشرات الآلاف من الموظفين في كل مصنع في كل مصنع في كل مصنع شيء عشرات الآلاف من الموظفين حاليا كل تركيب وكل تجميع المكاين كل ريبورت مثل رجل آلي في كل قسم شيء رجل آلي هو يجمع كل شيء ويجمعونه ويرسونه يعني شيء يا ريتني رمت اصور حاولت لكن ممنوع في كل مكان حاطين لك الاشارة هذه ممنوع التصوير وحتى السامان بالبراقي من اي شيء تحتاج الماكينة رجل آلي يجيبه من الرف ويركبه يعني لذلك ابوي فنشوا كل الموظفين اللي عندهم كل مصنع بدل ما يشيل 100,000 الحين يشيل 1,000 ادمي خلصنا متغدي على الله يحفظه وابتدى عاد يشرح الرجال اللي تشوفونه عن المكاين مارث الجي تي آر وقوته شو كانت وشو أصبحت وشو عدد العمال اللي الأول في المصانع وطريقة التطوير يعني أشياء ما لها أول من آخر يعني This was held in Kalaiba, just October, last October, no, just 1 month, 3 months before October. This is a greatly trust-tuning company, collaboration by GTR. In the middle east of the Regina Airport, Guinness recording night, in 2016. Actually, Nismo is from 2011 to 2016 physical year was my job, and now I'm switch back to the Nissan side. Nissan. So GTL and GTR. This is slightly strange or difficult conflict point for you. GTR Nissan. 370Z Nissan. It's my baby. We are not say Juke or Central or Micro or Patron. You need the concept in the past. While these 5 years, but I graduated about Nissan and back to Nissan. Every 20 you change. Yeah. So 2008 of the next is what?
يتكلم عن الموديلات اللي استوت للجي تي ار. قلت له انا اول سياره بحياتي سكتها سنه 87 كانت جي تي كانت نحن ابوي نسميها بطابوقه. قلت له 76 قال لا 78 87 انت غلطان. يوم حسبنا لنا صح ان يعني سياره الجي تي هي بطابوقه هاك الوقت اللي اخذتها. فيقول لي ثلاث من هاك الوقت لين الحين كل 20 سنه تتغير مره واحده. فلين الحين تغير مرتين الموديل مالها. هذا سيد تامورا هو بيخبرنا عن نفسه. We need you to talk about yourself. Who's Mr. Tamura? My name is Hiroshi Tamura. I'm a chief product specialist of the GTR 370Z for GTR Nismo and 370Z Nismo. So I'm training for some hard direction making player, so concept player. So concept is the most important point of the some, how can I say, car behavior, features, spec, design, all of the total coordination by this, how can I say, concept direction. That's why the planner, chief planner, the specialist, chief product specialist need to decide about the car direction. Then, for example, styling design. So yes. Styling designer must decide to go to the for this design, drawing, or even some engineer, some, for example, suspension engineer, motor engine engineer. Many engineer must decide about for some spec note by my direction. That's why for some conductor image in the orchestra is my task. Okay. Thank you very much. اقول لكم اللي بخليني ما اصور وايد في يوكوهاما ان يوكوهاما بلاد ما فيها معالم وايد سياحية. يعني بلد كل صناعات وسيائير وكالات وما ادري شو وما ادري وايد اشياء. بلاد مال شغل ومال بزنس ومال ركضة وما صدع وديانة. ما بمال يعني اللي بيصير حق الوكالات حق المكاين حق التزويد سيائير والسرعة. يعني بلاد مالت الاشياء الولايتية. الأشياء الولايتية شيء ترى الشيء الولايتي لا ينطلق على الطعام وعلى الولايتي اللي هو الهيفي بما معناه الهيفي ديوتي. شيء اللي يقهر الكد مال مكد المكاين الأوليات يعني اللي مال ديزل مثل مكينة الجيب مكينة المرسيدس حاليا مثلا مكينة النسمو مكاين النسمو حاليا هن الولايتيات. اكثر شيء ولايتي حاليا في الدنيا العودة هي مكينة النسمو. يسوون عليها مهرجانات يسوون عليها سحوبات ويسوون عليها ابوية يتخققوبهن في اليابان. الناس تصبح وتمسي ما لها مهرة الا تهادي بالنسمو ومكاينها. كل مكاين الجي تي ار واللي للسباقات وللريسات على ما شفتوه شفت المعرض اللي صورتكم يا مساعة كل اللي المكاين المصورات كلهن مالات النيسان من عشرات السنين. والمكاين من كثر ما هن بنص ودوريج مخلي شغلتن تصنيعهن على النيسان. شفتوا شيء منها من 1800 شيء من 1900 شيء ما ادري متى من مئات السنين. يعني ما شيء جديد. خلصنا حينه سيرة الصبح الوكالة وخلصنا الغداء وعقب الغداء سوى بعد اجتماع عمل وموعدنا ويا الجماعة الساعة 6:30 بيودونا يعشونا في مطعم أكلهم تراثي مال اليابان روح مال يوكوهاما مال هالبلاد. انزين الحين عندنا ثلاث ساعات ها بنسير شيء القطنا مكان هناك على البحر وين أشجار الكريسماس وما أدري شو. المهم عندنا البحر هو المكان. فنان يمدحون عدة أشياء في مكان واحد. بس يبان الطب ما الشباب تفرج برد. أنا سرتوني المكينة أسحب بيزات. بعد أقول لما
الشعب الياباني من كثر ما هو مرن وسلس في تعامله وخدوم خدوم لا يتريمك لا حمدا ولا شكورا، بس قاصر عليهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نفس طبايع المسلمين في كل شيء، في كل شيء سلكهم ومذهبهم ومعانيهم كلها معاني مسلمين، من حيث الابتسامة، بشاشة الخاطر، الترحيب. يوم بتسأل واحد باي وصف لك خطر عليه هو اللي يوديك، انت اللي بتخبره انه يوصف لك العنوان، ما توعب خطر عليه يشلك على راسه. شعب ذو ابتسامة وطيبين، طيبين وخدومين وما يتريوم من وراك اذنه. هبشرات تحب من العرب، من تقول لا اله الا الله قال عليه غضب الله. من 20/3 لين 10/4 شيء موسم يسمونه موسم السكورة، يعني شيارة الكرز. فتي أمة لا إله إلا الله اليابان كل فنادقها تغلي فل، والسبب شو؟ الموسم هذا. تدخلون على النت تكتبوا موسم السكورة في اليابان، شيء غريب عجيب. شفت اليمين اللوح والصور الحرمة حين هاي مالت بلمن، هبلمن اللي تشغل مالي تفتح اللي عند الباب. I'm taking photo for video. I said to them, you are too much help the people with the smiling. What is the reason? Thank you very much. Thank you. الله يحفظكم. اتضح ان يوم اقول لكم صدرك والصدرك والصدرك، ترى ابوي هم حابين الموديل هذا، ولا الموديل موديل الجديد، ها موديل 2017، يا غير هم متمسكين بالمواصفات القديمه اللي من السبعينات لين اليوم نفس الديزاين، فما يبون يغيرون النظام الكلاسيكي الاولي. فمتقبضين حبشراتنا نحن ما ندور الا الجديد، ما وقابضين علينا الجديد حب شديد، والجديد حب شديد، والجديد على هالمنوال من يوم الله خلقنا لين اليوم. شو توك تقول لي؟ القديم الصوف لا جديد البريمير. يدت بك يدت بك عسكة ما بهين انت بعد. هاي عدل علي لا تقول لي جديد. يا رك الله انت. شو اسمك انت ابوي؟ اسمي ابو سعيد سليمان. سليمان يا رك الله يا رك الله، ما شاء الله بني حسان فناني في ارض مواضيع ما حد ما يروم عليكم الا الله سبحانه وتعالى. بني حسان بني حسان شده الشده الشده كلها عندهم. يا الله يحفظكم امين ان شاء الله جميعا. اقول لكم اليابان تكاد ان تكون من الدول الدوله الوحيده من شرق اسيا اللي تعيش الاربع فصول كاملات، يعني شتاء 4 شهور، خريف 4 شهور، ربيع 4 شهور، صيف 4 شهور. يعني ما محللين المواسم تحليل، ما أخذين حقهم مثلي ومثلوث. مرة رب العالمين عاطنهم على ما يبون. ما تشوفون بشرتهم الواحد بشرة تحراها بشرة ياهل، حرام يقولكم التحرون ويهه، يعني غير نمون شواب كبار صغار دهريين لويوه تلك عيل لا صلاة ولا دين. جليل أكيد شيء مسلمين عندهم، لكن ويوهم من وره، ويوهم من وره من قل الحقد ومن قل الكراهية، وما شيء بغض وما شيء ضغينة وما شيء حسد. الحسد يا أنا يا أبوك بحين سناب شات يربي حاطين كني أنا عندي لكتومان ودروا بني يا أبوك أنا سناب شات هذا أصرف عليه ما وراي ودوني حيتحروني أنا ملكك ورا سناب شات. أبوي أنا ما بمحصل ورا سناب شات إلا السمعة، سمعتوا هاي يقول لك يا الله بسمعة ولو من نقط، أنا محصل هاي السمعة أبوي ورا هالسناب شات. الواد ملي من غير سوى بنايات وعقارات وشركات، وأنا أبوي مكان أكسر كل من حق قال لي ليش ما تسوي؟ قلت لا ما أريد، وأنا ما فاتح مجال ما أدري حق شو، ولا لا 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 في أسوي ولا لا لا تم من زين مكانك. الوادم ابوي سوى وسوى استوى كومبنيه مو ورا سناب شات، وانت اللي يرسل له مكانك. هذا منقود وهذا عيب وهذا ما يستوي، وانا عيب علي، وهاي وين عندهم انا باخذ عنهم، وهاي الفقاره وهاي ما يايدون ولا يعلمون. يا ابوي تتم مكانك، افتح له مكان الشونه ويلس عدالهم. والله مشكله انا بعد. كم البقعه اللي حطونا نحن فيها هذه شو اسم البلاد هاي؟ يوكوهاما. يوكوهاما تبعد عن طوكيو اظني نص ساعه في القطار، والعالم يقول لك الزيره اللي في الدنيا كلها في طوكيو، ونحن ابوي حاطيننا فيها المعزل. من كمان خدمه سيايير، بعد خدمه سيايير يحطون في نص البلاد، شرعت ابو ظبي مصفح
مصفحين بعد أزمة فلوس البلاد عشان ما يخلفونها باكر مصفح. هي أكيد ما بتمدب بالحياة كراجات وطحنة الزمان في نص البلاد. الحين العرب كلها أبوي ظهرت. الحين أزمة أزمة مصفح هي عين الماء. والله عندي في بصرة لكم حق مصفح. مصفح أبوي سوى هالشيء بيظهر بلاد عظيمة مصفح. لو تيها خطة رخصوني أنا رخصوني على مصفح بس أعطوني إياها 4 سنين. والله أسوي لكم إياها بقعة ما شيء شرات. بسوي جداول وأنهار مثل بندقية بسويها مدينة كاملة متكاملة. هذا كلام أنا وجه الحين حق العرب اللي يسمعوني. وكل بيبانهم أبوي ممنوع التدخين. ترى على فكرة اليابان في كل شيء كل مكان ممنوع التدخين فيها. للتحرون الفندق شيء مكان فيه التدخين أبدا لو دواك عن الموت. يد واخة ممنوع ممنوع. ويوم بتظهر تركب تاكسي وبتركب في مباراة بتنزل لا تسكر الباب روح يسكر. ياركم الله. مرحبا 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 حيبر شاب وهلها مرحبا مرحبا. شو قميضة كنا وياك كنا خلي راوينا ايش كان شكله ما وحد. اوكي ناو خلاص فينيش ثانك يو باي باي. شو روح يسكر ضرب الله ثم صدرك. يلا شباب ابوي الفندق اسمه رويال بارك هوتيل. ها شو وين ها ها في كبد السماء. نحن الحين جايين نتمشى ابوي مقابل رويال بارك الممشى هذا ممشى كرنيش ودنيا وبحر ومياها ودنها. وشو انت الغيوم يا حافظ ليت من دفرت وسقيت ابوي هناك جده يو اي اي يو اي اي ابو تخرس تبع الخرس يو اي اي ابوي تبع المطر يو اي اي ابوي تبع رحمه من الله. يا الله يا رب ترحمه برحمه وتسوق ابوي هالغيم كل جده بلادنا. أربع شهور بتشوفون هالأشجار الساكورا ها كلها بتغير الشارات اللي توني حطيت لكم إياها في الحساب. شكرا من ذا شيء جميل مرة تحت البناية هاي الفندق. ليتم اللي يابونا نسكن فيها الفندق تعيد أبرك عنها. لا من كبر هالمكان ومسرح إضاءة على الموسيقى. هاي الباخر الحين ما صورناها والله متعلق اليوم بمحمد الشباب يا رب مغلظة هلا دمي متعلقة وانا لك تعلق في حمية اللهب. ما زين لها المكان ملاهي ما ادري شو هاي هذول اللي يسكنون في هالبنايات مسويين هالملاهي مريحانات صغار يعني. هاي المنطقه الله يحفظكم اسمها يوكوهاما باي في اليابان. منطقه هاي يعني بعيده خير عن وين نحن ساكنين. نحن في الشيراتون باي. الفندق زوين لكن المنطقة عادية يعني لكن المنطقة هذه وايد أخير عن منطقتنا. نحن كلها ملاهي ومثل ما تشوفون أشياء جميلة يعني مكان حلو وفنان ورقم واحد. الأشجار اللي تشوفونها الحين هاي الأشجار كلها هاي يسموها أشجار الساكورا. أشجار الساكورا هاي موسمها شهر 3 و4 شهر 3 و4 اتي امة لا اله الا الله
من جميع انحاء العالم مخصوص على سبب الشيره هذه. هاي شيره الكرز في غدي اللون شو لون لاد كامله غدي تتوشح بوشاح لونه وردي زهري كامل الدنيا. هل تشوفون الحين صلوب ريج؟ ها صلوب ريج. لكن تعالوا عقب في وقت الموسم، وقت الموسم تغدي بلاد عليها رضوان من الله سبحانك يا رب. بلادهم تدور لو يربع وراك تل تدور حصاه بتفرها بتفر الكلب بها ما لقط، لو تدور الحصاه دواء ما لقطته. بلاد نظيفة وهلها نظاف وناس منظاف ومؤدبين وابتسام واخلاقكم. انا مساعب الغلط قلت ابويا اربع فصول، انصح اربع فصول، لكن قلت كل فصل اربع شهور، ابوي هو الفصول كل فصل ثلاثة اشهر، ثلاثة اشهر صيف وثلاثة اشهر شتاء وثلاثة اشهر ربيع وثلاثة اشهر شو بعد خريف. زين قلت اربعة 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 وادي علقوا علي قاعد عيب وتسويت السنة 16 شهر، قلت ايش اسوي عاد كريم ما شاء الله علي كريم. من بعيد والله تبين صغيرونة، ترها بلاد يا وكن كبرها هذه شرات لندن آي. يحافظ عليك من دار، يحافظ عليك من دار. الله اللي بلاد زينة وفنانة غير ما بمال كشت وايد، لا كشت بسيطة يعني ما بمال تين تو عوايلكم هذا شو، لا هاي ابوي مال تناسب وياي عنده بزنس ولا شغل خلص شغله وردم وين هي. الله يحفظكم الكريسماس ماركت، هذا كله الكريسماس ماركت على مسكر. احنا في الحمام طارق بعد ما زهب عدلون يزينون ليلي وقت الكريسماس، بعده ما كان باقي عن الكريسماس دهر شفت حطه باللواد مبرزه شباب الله عليكم. هل عن حد يخط في المكان هذا بيبات؟ شو مسوي هالبيبه؟ كل شيء عندهم بإتقان، كل شيء بإتقان، ما شيء يعني شيء عادي عندهم. شوف كل شغلهم ولايتي يعني شوفها مدير كامل وايد فنان شغل ترتيبه. أقولكم بيبات الصرف الصحي الله يعزك الملك سامي الحمامات يعني الفينشينج مال تركيب المواسير روح شيء غريب عجيب يعني شغلهم مخطرهم تبارك الرحمن. منظر ياخذ العقل. هاي اللي قلت لكم عنها مساكن اعدالها شارات لندن اي، كل ثاني تتغير لون، خضر بنفسجي احمر ابيض كل رنق يغير عاده اللون المميز تحيدون ما يبالي رمسه كلكم تعرفونه. غير البربر غير البربر غير البربل تدور ترى البرد ولساني شويه ثقل. اسمك ها سل؟ لا قرفاه قرفاه قرفه قرفه اي تصيح دنيكم تصيح دنيكم ابوي هل شوي هات تصيح دنيكم قرفاه ولا تعمو. قرفة قرفة والله. تعال سكاي انا اصورك سكاي. شو سكاي ليه كنت اقول لكم الفندق اللي احنا ساكنين فيه هذا شيراتون يقول لك من ارقى واجمل فنادق كنتي كامل يا يوكوهاما. شو السبب؟ يقول لك الاول احسن الفنانين والافلام اليابانيه القديمه كانت تتصور في الفندق هذا. غير عاد الحين باضوا على بيضة بيض الاول هذا كنت يوم انا بنت الحين اي ها طال ما انا خابر. الاول ابوي غير الحين غير تغيرت او تطورت العزوه على ما قالوا هالاول جددوها فنان الحين هو غير هاك الوقت يعني اعرق فندق فندق عريق شو البهو ماله معلاه وكل شيء فنان يعني الحجار شوي صغار
غير نحن ضارين على الحجر الكبار يعني شيء التون. نحن ابويا لو طالعنا نحس اللي يوزلنا، نحن ابويا ما يوزلنا شيء. اقولكم من امس باليوم تجيني رسائل ليش تصور الفلانيين او ليش صورت الفلانيات او الفلانيين، ما 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 يعنيني. المهم معلومه هاي انا مفروض اني ما اجاوب، لكن بجاوب بس واخر مره اجاوب حق استفسار شوي مش يايزلي. اي حد انا اصوره ذكرا كان ام انثى ما اصوره الا هو راضي وهو اللي يبغي وبإعاز منه. يتصنع انه ما يبي حد يصوره او يقول ما يبي حد يصوره على هواه، لكن انا ما تصور حد الا هو يبغي تصويه. يعني اعتقد المغزى مفهوم، ما تصورت حد الا هو يبغي. اذا انه ما يبغي انا ما اصوره، واللي يتمنى انه ما يبغي هذا مستحيل اني اصوره الا اذا هو حركه منه تمويه ترى صورني غير انا ما اريد. رمست الرمسه هاي لان كذا مسج الحين يعني يقولوا لي والله ابو محمد انت صورت ناس ومن ناسها ما بيعزلهم، هاي ابوي ما يوزلهم حد يصورهم. لا معلومه هاي خطا، انا من حطيت السناب بين امر هالدقيقه ما تصورت حد وهو ما يبغي تصوير. المعلومه ان شاء الله وصلت ووصل القصد يعني وصل المعنى. وايد رسائل تجيني الحين ليش تصور اللي يتغشل او انه ما يبين يظهر في التصوير. لا ابوي اللي ما يبين يظهر في التصوير بيقول لي لا تصورني، لكن ما اللي بيدور عدالي بفيزا عدالي ويشافني اصور نيبه التصوير ويدري اني صورت واقول تراني صورت. اذا شفت حد قبل ما انزل التصوير في الستوري اقول ترى يا جماعه ظهرتوا، يقولوا لي برايه. فعقب ما يقولون برايه يروحون يقولون اولنا نحن صورنا هذا هاي يسمونها ملاقه. سمعتوا بهالملاقه؟ الاول العرب تسمع عنها بس الحين ابوي نحن عايشينها، عايشينها خطوه بخطوه. وقالوا والله يتمنعنا وهن الراغبات، الحين يتمنعنا وهن الراغبات وملاقات. يلا ملاقات وملاقين جايين. شو درك باسم المحل هذا؟ الحين قريت هنا وعطيت ترجمة على جوجل طلع جذور بالفرنسي، معناتها جذور جذور شجرة يعني بالفرنسي. اسم المكان ريسنج. ريسنج اللي طلبنا من هذا، طلبنا من هذا سويت له زحمة. هذا جذور هذا الحصير حقها شعبت تدري. We will go to a very famous Japanese restaurant named Ninokichi. Ninokichi is one of the best restaurants in Yokohama. Wow. You can enjoy the very delicious Japanese dinner. And it is located in Minato Mirai area. Minato means port, Mirai is future. So Minato Mirai is a new area in Yokohama. And you can see very beautiful illumination in this season. And I heard some of you have visited that area this afternoon on your free time. On your free time, but that area has different phase between daytime and nighttime. So even you have visited there, I'm sure you can enjoy it again. Inshallah. Let me. اقول ليش المطعم شو اسمه؟ المطعم اللي احنا شابي شابي. شابي شابي عشان صوت اللحم لما يضربوه على النار بطلع صوت اللحم زي شابي شابي من عندهم. يشوبش اللحم. يشوبش اللحم يشوبش. وطبعا بدنا عشان ناكل الكورس كامل تاع الاكل بدنا من 90 دقيقة لساعتين. والله. عشان تكمل الاكل كامل 90 دقيقة لساعتين. هذا البرنامج مال برنامج مال الاكل عشان تخلصوا كامل من 90 دقيقة لساعتين. ايوه بيحطون شيء يسد عادل. طبعا هم بيحطوك شوي 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 تعرف البورشن تاعتهم قليله الحصص تاعت الاكل. فان شاء الله ما يبقى غير الله ما بعد الله ما يفع غير المنسف. والله ما في. نحن نقول خمس دقائق ونخلص ذبيحه كامله. الحمد لله. 90 دقيقه عشان ياكلوا. اللهم ادل الكورس هذا ورحم الزوال يا رب العالمين. الحناي حنايو هذا مرحبا السلام عليك. انا اقول من هنا يا حيهم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف انت؟ رايحين اسمه لوهيبي المطعم مينو كيتشي. مينو كيتشي. ايه مينو كيتشي البنايه. مينو كيتشي اسم المطعم. اسم المطعم. ايه شو هذا؟ ليش قالت شابي شابي؟
ايه خساره هالمعلومه. لا لا هسه بسالك اياها ولا لا العالم كلها سمعت هالمعلومات يعني. لا لا الحين الحين لا شايف يعني يمكن يمكن اسم المنطقه يعني. اسم المنطقه يمكن. يا رجل خف علينا تدين عاده احرجتك ولا انا غلطان؟ لا ها شباب اي مرحبا استاذ ها علومكم. مرحبا ابو محمد مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انت؟ الله يحفظك ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حبيب سلام عليك. كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. شيفك شرتها للسنين والله العظيم ما بعيد عنا دي ترى صدقه؟ والله قول فيك عرج فيك عرج منهم حافظ الله عليهم على دار ربا فيها. محمد هلا. قبل يومين خبرتني على السيارة في الأردن يا أبوها عندكم اللي تقولي على الكهرباء اللي هي الليف. اسمها ليف نيسان ليف يا نيسان. شغالة هاي؟ شغالة كلها على الكهرباء. تمشي تقريبا 400 كيلو من 300 إلى 400 كيلو بالشحنة. إنزين. ولما تروح البيت تحطها بالشارج وترجع. سرعتها كم؟ سريعة سريعة نفس السيارات العادية عادي. والله. نفس نيسان الجديدة. يعني هاي صالون لو شرت سيارتنا الكبار. نفس هي صالون صالون. صالون. مو فور ويل درايف. لا لا مش فور ويل. بس نزل فور ويل بده منزل فور ويل. والله. شفناه كان عدال الليف كان فيه فور ويل بده منزلوه جديد. وين عندكم في الوكالة؟ ان شاء الله خلال هي نزلت. محمد؟ الليف طال عمرك بتكون موجودة عندنا ان شاء الله في الوكالة بداية السنة ان شاء الله. السنة هاي اللي علينا. نعم. ايوه. موجودة عندنا واللي بيشتريها بتكون موجودة طبعا. انعرضت في دبي وفي المعرض مال دبي. وان شاء الله. ستيشن ستيشن يعني؟ لا سيارة إلكتريك. أيوة. صالون صالون يعني. صالون. نعم. أيوة. فيها على كتير الهاتشباك. سعرها شو يكون؟ للحين ما فيها أسعار خالد بس بتكون أسعار متناول الأشخاص متناول الناس كلها يعني. سبحان الله. نعم. لا 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 لا. قل من السعر. أيوة. سعرها معقول. لا لا صح. عندكم من زمان شيء في الأردن محمد؟ موجودة موجودة. من زمان؟ سنة تقريبا. لا لا أكثر. لا لا لا. الليف توه نازلة. الليف توها نازلة توها نازلة الليف توها نازلة عندنا في الميدل إيست كلها. يا أبوك أنت قرقع وتجرجع منها حيس كح 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 بكثر ما تسوعل. من هو؟ بارك بلازا اسمه لاند بارك بلازا. وش فلور مدام؟ الدور الرابع. هذا لاند بارك بلازا ظني فندق أو مجمع فنادق بلاد. احنا من متى وانا من اول ما دخلنا لين الحين بعدنا ما وصلنا. هذا ما ادري شو يوم ما تدري شو ليش مصورنا سميني متعني ومصرف. هذا ابوي فندقنا ما فندقنا هذا مطعمنا اللي احنا جايين شالين شالين قدم على سبه. هذا شو اسم المطعم؟ منو كيتشي. منو كيتشي. ما شي حلال ما شي حلال في بلادهم هذا. على الطلب ابو اللي يبدا الحلال يدل وين واللي يبدا الحرام يدل دربه وين. كل شيء ابوها مكتوب حلال اكبر كلمه في الورقه كامله اكبر شيء محطوط حلال موجود مكان الحرام. واللي يبدا يدل ابوي مكان الحلال من الحرام ما يبالي رمسه. كل انسان ابويه عين ميزانه. علينا معلش شوي هات ابوي مرسلين الفيديوهات صايدين صيد البلع صيد البلع صايدين تبارك الرحمن الا الله يرزقهم. راشد انا براويك فيها هذه ام اللبن. هذا محمد. ابيض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ابوش ابوي هذا ميدار حارث مال راشد. هذا الميدار لا تقعد ترمس وايد. هذا الرابع ها هلا براويك فيه عدل هذيلا بعد. انا ما ادري شو هذا ميدار ميدار نوعي نوعي سعد سالم ميدار نوعي هذا. ها انا ما صيد ابكي. اصبر لا 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 اصبر 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 خالدي طعم رزق شعاك. شوف خبر علمت موسى عمي نلعب عليك يا خالد. هنا يقول له ها صيحنا ذريك نتغدى متموس صيحنا ذريك الهامور والمشوال الصافي والخيرات الله خليك اليابان صيحنا ذريك عادي. Thank you very much madam. See you tomorrow. Not you are tomorrow. No, not with us. Unfortunately no.
3 days later, we'll be meeting again. Inshallah. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Good night. Thank you. يلا ايه حبايب السلام عليكم شرد شوف الله عليكم العالم شوف الخلوق هاي محطة القطار الحين هاي محطة القطار دخلت محطة القطار الحين مخصوص لعسبكم لعسب برويكم العالم الحين هذا الحين نحن بعد متأخرين تخفوا الثلثين هاي محطة يوكوهاما الرئيسية مرة مشاهد فندغنا وين نحن ساكنين ما تروم تمشي من خلق الله ما خلق والله يا المتين ما يدور بينهم ما واحد تشوفون حد متين تشوفون حد دب حد بط في كرش حد في بطن حد يمشي ويدهدر حد يمشي ويتنافض حد يمشي ويطيح حد يكحو يسمونه ما حد كلنا بويه بطن التحر راسين سير بنكة لا اله الا الله والله عليكم شو ما بصرهم هذا الطريق حاطين ابو فنس هذا حق اللي يرون الشناط وظاهرين من محطة القطار ها على ما تشوفون هاي محطة القطار اكبر محطة قطار في جنتية يوكوهاما ما شوف هذا ها ما بصرهم ها والله ما حد افطن عنهم الفطان اللي في الدنيا كلها فيهم هاقولكم ها ستيشن بلاد من كبرها يا ربي ما كبرها البلاد يقول لك بعدها كد ياهم تسمونه ياهم زلزال وطحنها عن بكرة أبيها البلاد ما خلى فيها نفاخ الضوء طابوا كتين فوق بعض ما تمل بالإصرار والإرادة نشوا بنوها من يد ويديد هي اقول لكم ياسين تعشى بيقولوا ليش تعشون ترى ابوي عزمونا مساء الجمعه هاي على المطعم عشاهم مال ما شفنا والله يا ابو الحين ليل قضى مطعم دارت خرايط روسنا ما سدنا العشاء قوت على يموت سوينا هذا كورس حق الاكل يعني كل دقيقه يا ابو شكر اكبر ويبه الكبير اكبر ويبه من 11 ويبه والله يمكن هالشينا بيواع وصلونا الفندق سنة ندور لنا مطعم لقطنا مطعم حين ايطالي طلبنا بيتزا طب هذا الموضوع ليش انا مرمسنكم محمد عبد الله الشباب كلنا حين ياسين زين الشباب كلنا ابو ياسين ما جاي لحول زين يلا الله يحفظك شو سوى قال تعرفون فلان الفلاني كنا ابوي بلو قال هذا رأي شخصية مشهورة انا عندي والله ما تسمعت هلا الحق بطي تعرف هالريال لا ما قال ما اعرف ها تعرف الريال لا ما انت تعرفه لا والله ما سمعت قلنا ربي الحين كله ما اعرفه بالله انا قال لا انتم ما تعرفونه بالشكل نسي ظهر له فيديو تعرفه يا قلنا ابوي انا ما اعرفه كلنا ما قال زين يظهر في القناة الفلانية قلت له القناة الفلانية ترى ابوي يتابعها مصر الا انتم تعرفونه زين حبوب انت تعرف الريال نحن ما بلازم نعرفه والراي يعني نحن انا اقول لك انا عارفه زين على العيب انا اقول لك انا عارف الريال والله ليت اللي شافوك الصبح بدلك يتراكضون وراك يجون يشوفونك الحين وانت لابس الاورنج والله اللي يشوفك الصبح ما يشوفك الحين اورنج والصبح البدله الزرقاء هاي الله اكبر الله اكبر اي والله